هو اللي خدا الصورة اللي بقاو غير صحاب الميكرو هذا. لا 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 في الخير شكل ديال السير وديال الجولان كذلك حوالي ديال السير ولماذا ترحب الاثار ديال بعض المشابهين اللي يمكن لهم يعبروا الصف ديال الاحتفالات ديال المواطنين او البيضاويين اللي هي النوعيه من الوالدين من الوالدين كذلك في اطار التدعيم وكذلك في اطار اضافه الامنيه لباقي الزملاء ديالهم من جنس اخر. عدد العناصر راه ماشي هما هذو اللي كتشوفوهم دابا الان هما عينات وانما هناك عناصر اللي هي مازال باقا الان في جنبات ديال المقر اللي غتقدروا تشوفوها وكذلك العناصر اللي هي الان كتواجد ميدانيا وغادي يتم التدعيم ديالها وغادي تشاهدوا ميدانيا واقعيا لانه راه جميع حتى حاجه ما غنخلوها للصدفه وانما هناك خطه امنيه اللي هي مستمره من المديريه العامه للشؤون الوطنيه اللي غادي يسهر عليها السيد ولي الامر من اجل التنزيل ديالها الميداني باش يكون ان شاء الله في مراحل تمر هذه المناسبه في احسن في الاستراتيجيه وضعها المديريه العامه للشؤون الوطنيه في اطار المخطط الامني من 2022 2026 اللي هو من المرتكزات ديالو هي انها تكون الخدمات مجوده بشكل لائق وبشكل اللي هو مناسب من اجل تامين جميع المواطنين وجميع الممتلكات ديالهم. هذا فعلا انها خاصها تكون وفقا للضوابط القانونيه وكذلك الاحترام ديال الحقوق والمعاهدات والاتفاقيات اللي هي مبرمه في هذا الشان. موحد عاش الملك عاش 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 جميع حق بم حق باكلو فرق الصفوف عاش الملك عاش احتفالات ديال السادة احتفالات ديال احتفالات ديال هذه السنة إن شاء الله كمثيلة من السنوات الماضية اتخذ واحد التدابير أمنية اللي هي صارت تنمية استثنائية وصارمة طبيعة الحال المدير العام الوطني في الإطار فرض لنا مجموعة ديال الوسائل المادية واللوجستيكية والبشرية باش أننا نأمنوا جميع النقاط والمحاور والجميع اللي غتعرف وجهه تكون وجهه للمواطنين اجل الاحتفالات بدايه السنه. بطبيعه الحال الجوالي غادي تزولوا بطبيعه الحال وغادي تشوفوا غادي معنا وتشوفوا غتلقاو يعني جميع التشكيلات الامنيه والتزويد الامني كاينه الدراجيين والنجادات والدوريات المدنيه والدوريات ديال الزي وكذلك السيارات ديال التمركزات وبطبيعه الحال على مستوى قضيه والتنسيق كاين الشاشات ديال الكاميرا كذلك اللي كتتبع اي صغيره وكبيره وكتعطي بطبيعه اشارات للنجادات هاد الرموز اللي في الشارع العام باش كتدخل الا كانت شي حاجه كتستحق التدخل اي حاجه كتخل بالامن والنظام العامين يتم التدخل وبطبيعه الحال تكون تطبق القانون تطبق القانون في شخص حق اي شخص اللي سولت لانه يدير شي ممارسات اللي هي غير قانونيه او منافيه للاخلاق. دونك حنا الحمد لله لان راه كتشوفوا جميع العناصر هي مستعده لحظات كل شيء غادي يخرج للميدان وتبدا العمليه ديال التامين ديال جميع النقاط. وكنتمنوا الغايه المرجوه ديالنا هو اننا كل شيء المواطنين ان شاء الله يرجعوا لديورهم في امن وامان سالمين. وبطبيعه الحال كنعاود ناكد اللي تجاوز القانون غادي يطبق مع يطبق مع القانون. وشكرا لكم. خرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.